يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز لبس القبعات التي يضعها الأولاد على رؤوسهم، مع العلم أن بعض هذه القبعات يكتب عليها كلمات كفرية، فهل يجوز شراؤها ولبسها؟ لا يجوز التشبه بالكفار في ملابسهم من قبعات أو غيرها. يلبس المسلم مثل ما يلبس المسلمون في بلدهم، يلبس ما يلبسه المسلمون في بلدهم، ولا يتشبه بالكفار في ملابسهم لا في القبعات ولا في غيرها. قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم.